دكتور زين وين؟ موجود. أهلين، مش هنا بيقولوا كده برضو؟ أنا خلص رتبت كل شيء لبكرة. قبل طلوع الفجر بتكونوا بصيدا، في مركب رح يخدكن على مطرح آمن لهونيك، ومن هونيك بتروحوا على اليونان. حلو قوي. وبالنسبة بقى لدخول أنا السويد؟ توصلوا على اليونان بالأول وبعدين كل شيء بيكون مسهل. الحمد لله تمام. من غير مؤاخذة يعني ممكن الترتيب ده يتغير شوية ونطلع كلنا منه كسبانين. يا نهار اسود، ما هو المصيبة ان انا عارف انت بتفكر في ايه. يا ابني انت مش فاهم حاجة. يا ابني ما تخافش مني، انا لو عليا اعمل لك تمثال عشان علمك اللي عايز تسخره عشان راحة الناس. لحظة، تغيير شو بدك تعمله؟ العداوة اللي بين سيادتك وبين أبو فراس مسمعة في البلد جامد. شو خصك بيني وبين أبو فراس؟ تقبرني تقبرني يا عمي. يا عمي اهدى، روق روق شوية، رد علي. من أصغر صبي لأكبر شيخ بلبنان بيعرف شو في بين اليازجية وأبو فراس، مثل الصقر عندكم بالصعيد. حلو قوي، يعني مفيش حد في البلد يقدر يصدق إن أنت ممكن أنت وأبو فراس تتفقوا على مصلحة. لك بتطربق السما على الارض وهالشي ما بيصير. قلي شو بدك؟ انا عايزكم بقى تتفقوا مع بعض. شو؟ اهدى 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 يا دكتور، بلاش تنفخ في ريشك وتحمر في عينيك واسمع كلام للاخر. اهدى اهدى بس. دلوقتي احنا عايزين الواد ده يروح سليم، والدكتورة تبعد عن أي خطر، وقبل كل حاجة ابني يبقى في أمان، محدش يمس شعرة من راسه. وعشان ده يحصل لازم يبقى فيه طعم، طعم كبير نبلعه للحيوان اللي اسمه أسعد ده. بتهيألي الطعم ده مفيش أكبر من سمعة العداوة اللي بينك وبين أبو فراس. يا درويش أنت مش فاهم أنت بتطلب إيه؟ أنا فاهم، وعشان كده بطلب. أنا اللي عايزك تكلمه ولا تقعد معاه ولا يحصل بينك وبينه أي حوار. طيب شو بدك؟ أنا عايزك تهديني بعداوتكم وتسيب الباقي عليا أنا. ألو، أيوه كريم باشا. إيه ده درويش؟ أنت بتتكلم منين؟ لا أنا لسه في لبنان. لا الدنيا توحلت أكتر من أول بكتير، والوحلة المرة دي مش هنعرفوا نخرجوا منها بلدي كده زي كل مرة. يعني إيه؟ يعني لازم أخرج شرعي عشان أأمن ابني وأأمن كل الناس اللي موروطة معايا في العكة دي. شرعي؟ إزاي يعني؟ أنا عاوزكم تبعتوا حد عشان يقبض عليا. حسام باشا، مش عايز تقبض على درويش؟ انت عايزنا نحط ايدينا في ايد مجرم هربان ويتعاون مع اتنين من عتاوله المافيا في لبنان؟ بقول لك يا باشا، ده الحل الوحيد لو عايزين نقفل قضيه الوزيره دي بجد. القضيه دي مشبوكه بثلاث اطراف، الطرف الاولاني منتصر مساعد الوزير، الطرف الثاني حازم جوز بنت الوزيرة، الطرف الثالث أسعد بتاع شركة الأدوية. الطرفين الأولين متهيألي اتكشفوا خلاص بعد حكاية موت أدهم. الطرف الثالث بقى هو الأهم، وصدقني مش هنعرف نظبط المتلبس غير بالطريقة اللي قلت لك عليها. الطريقة الأسطورية دي تفترض إن اليازجي وأبو فراس هيتعاونوا مع الأمن اللبناني. بالظبط كده.
يا باشا كده كده الاثنين مش هظهروا في الصوره لا هما ولا رجالتهم. واللي هيبان لاسعد ان ابو فراس هجم برجالته على الهنجر بتاع اليزج، لكن اللي هيحصل ان اليزج هيسلم الهنجر لرجاله الامن عشان يثبتوا متلبس. الموضوع ده عاوز تظبيط كبير ما بين الداخليه والخارجيه والانتربول. حسام باشا انا متاكد لو انت اقتنعت هترتب كل حاجه. حسام انا سايب الاجتماع جوه مش هوصيك، الامن اللبناني وافق على التنسيق. طيارتك بعد ساعتين، اول ما هتوصل هناك هتلاقي حد من السفاره مستنيك، هو هينسق معاك هو والانتربول. تمام عليك. خلي بالك يا حسام الموضوع اتصعد وصل لاعلى مستوى، المطلوب ترجع بالباحث ونهلة بنت الوزيرة. سلام يا حسام. يا فندم ما تقلقش ان شاء الله هيبقوا بعاد عن اي خطر، المهم نجيب اللي اسمه اسعد. ودرويش درويش يا حسام، لازم الحدود دي تتقفل وننهي القصه دي نهائي. مفهوم يا فندم. يلا ربنا معاك. قول لي يا حسام الاتنين ظباط موقفين العمل دول كانوا مكملين لوحدهم ولا كانوا منسقين معاك؟ منسقين معايا يا فندم. مع السلامه يا حسام، ربنا معاك. اخر حاجه اتوقعها اني اقابلك هنا. خلاص احنا عدينا حدود الخيال يا حسام باشا. مش حسام باشا برضو؟ انتوا الثلاثه هتطلعوا من هنا على المطار على طول. الظرف ده فيه الباسبورات بتاعتكم، الباسبورات دي باسماء تانيه خالص غير اسماءكم الحقيقيه عشان رجاله اسعد في المطار ما يعرفوش ان انتوا سافرتوا. يعني ايه يعني الباسبور ده مضروب؟ مد ايدك يا ابني، مد ايدك يا ابني، ده من غير مؤاخذه الحكومه هي اللي ضرباه، يعني انضف من الباسبور الاصلي بتاعك بكتير. هتشوف، افتح كده وشوف صورتك اهو، انضف انضف كتير. طيب سوري معلي، بس انا ليه بدي اسافر على مصر؟ شو اللي بعد شغل هونيك؟ سيادتك يا دكتوره شهادتك مطلوبه ضروري جدا في مصر عشان القضيه دي تتقفل تماما. على الله بس الترتيبات بتاعتنا تمشي زي ما احنا عايزين ان شاء الله. أتمنى كل شيء يتم على خير يا رب. طمنيني بس تصالي على مصر. أكيد. مرسي كتير نديم، ما بعرف شو بدي أقول لك. مرسي على كل شيء. يلا يلا باي باي. مرسي باي. ازيك يا ابو فراس؟ الامن خلاص بقى معانا تمام التمام، ناقص بس نرمي الطعم الاسعد. هقابله بكره. هات لشوف شو الجديد اللي ما بينفع تحكيه على التليفون. شوف نحن اول مره نتقابل، انما اللي بدي اياك تعرفه عني اني رجل عملي وما بحب ضيع وقتي. بلدكم شقوقها كتيرة وما اعرفهاش غير ناسها، وانا راجل غريب هنا مفيش حد في ظهري غير واحد بس واقف سند ظهري وسند خطوتي، ولما حكيت له قال لي على شوية حاجات واتفاقات لازم يتفق معاك عليها. ومن هو هذا الشخص هذا؟ ابو فراس. ما تقلي انك بتعرف ابو فراس وابو فراس بيعرفك. هو المفروض انك تتكلم معاه وتتفاهم معاه احسن. ايه لا لا تمام يا باشا، ابو فراس قام بالمطلوب. اتاكدت انه سجل كلامه مع اسعد؟ حصل يا باشا، والسي دي طالع في ظرف دلوقتي على الامن اللبناني. بالنسبه لميعاد ومكان المقابله، المكان تحدد وفراس عرف انه درويش حو موجود بصيدا، وبعد ساعات رجاله بيكونوا هونيك وبيسيطروا على الوضع وبيتصل فينا وبنتحرك. دكتور زين وين؟
موجود. أهلين، مش هنا بيقولوا كده برضو؟ جهاز أمني واضح، بس أنت مين؟ عقيد حسام عقرب، الأمن الوطني المصري. عاوزك كده تهدى وتعقل وتقول للرجالة اللي وراك دي تنزل السلاح اللي في إيديها عشان أفهمك إزاي ده حصل. جريت هنا وهنا، لفيت شرق وغرب، ونطيت من فوق لتحت، في الآخر جيت لي برجليك لقضاك. محدش بيهرب من القضاء، ويا عالم مين اللي جايب التاني القضاء يا زهير يا ملاح؟ لسه متشعلق في اسم زهير. القصة من أول للآخر بين فضل وزهير. اوعى تكون متعلق بالورقة اللي مع نعمة. نعمة؟ الورقة دي مش هتلحق تعمل بيها حاجة، لأنك كنت هربان مني، هربت كتير، لكن الليلة دي جيت لآخرك. الليلة دي مش آخر، الليلة دي هتبقى بداية لحساب طويل بقاله أكتر من 25 سنة مفتوح، مش بس على حساب دمي اللي حاولت تهدره مرتين بجبنك وخبسك، تحطيت إيدك في إيد الموت ومشيت في طريق الموت وهدرت دم ناس كتير ملهاش أي ذنب، من أول دم عبد الماحي وفؤاد ومراته لحد دم شوقي السباعي. إذا هتعملي فيها ملاك وتجيبها في الدم، فدم الناس دي كلها فرقة بتاكتة، أنت اللي جريتهم في رجليك واستخبيت وراهم عشان تهرب مني. أنا عمري ما هربت منك، أنا طول عمري بدور عليك، من أول ما هربت من السجن وأنا بدور عليك في كل حتة، بدور عليك في وشوش الناس القريب والغريب، بنكت عليك طوب الأرض، بخبط على كل البيوت، غرض إن وشي يبقى في وشك وأعرف منك ليه خنتني قبل ما أقبض روحك. الخيانة دي ضربة فيك، ضربة في عقلك وقلبك وجتتك كلها، علشان اعتديت على حرمة صاحبك. حرمة الصاحب انت اللي نهشتها يوم ما طمعت ورفعت سلاحك عليا. حرمة الصاحب لما حد يعتدي عليها الموت ارحمنا. ولا كنت تفكر ان حكايتك الوسخة مع الكلبة اللي كنت بتجوزها هتستخبى للآخر؟ انت دماغك هبت منك ولا العرق الوساخ اللي جواك مخليك تهلفط بأي كلام؟ طول عمرها مراتك عايزة ست صينة شرفها، وانا عمري ما بصيت لعرض الغريب عشان ابص لعرض صاحبي. الكلام ده كان ممكن اصدقه لو سمعته من واحدة اي كلام، لكن انا سمعته من واحدة كانت عايشة تحت سقف بيتك. راضية مراتي هي اللي قالت لك اني خنتك؟ راضية مين؟ راضية دي كانت ست طيبة وانت كنت مغميها، اللي قالت له اختها اللي شافت وعرفت قذرتك ووسكتك ودارت عني وعنها. نعمة اخت راضية مراتي؟ انت بتقول ايه؟ بقول اللي كان لازم تسمعه قبل ما قتلك واقبض روحك، مش عشان اريحك او افهمك، لا. 25 سنة وانا كان في قلبي غصة، لاني كان لازم اقولك قبل ما قتلك حقيقة وسختك وخيانتك ونزلتك، علشان لما تطلب مني ارحمك ارحمك. قفل سلاحك يا جنبيت، الموضوع انتهى خلاص. حتى انت جاي تنقذ ابنك بتخون يا خاين.
ممكن تبقى أحلى كتير من غير رصاصة في دماغك.